لا أنا لك بالحرية أبدا، لأنه لديه مشروع، نفذ مشروع إيران في المنطقة، ما هوش مشروع يمني، مش هو مشروع حتى بس للاستيلاء على السلطة، لا هذا مشروع على الحرس الثوري، أنشئ وربي وأعد من الحرس الثوري، يختلف عن مشروع بيت حميد الدين، هذا بدر الدين هذا ثاني، هذا يعني إيراني. فننتظر ما سيتمخض عن هذا المشروع ونكون جاهزين، والله جاء السلام يحقق ويلبي طموحاتنا، ما لهم في اليد على الزناد، حولوا الجندي المجهول رمز كل اليمنيين إلى قبر صمت، هذا مشروع الحوثي، واضحة صورة من جندي المجهول لكل اليمنيين إلى قبر صمت، واحد تابع من توابع عبد الملك. احنا بندخل في حوار سلام لليمنيين وفتح الطرقات اطلاق الاسرى، وهو قفز للبحر الاحمر. ليش؟ قال لي يناصر قضيه غزه. قضيه غزه قضيه كل العرب والمسلمين، ما هي قضيتك انت ولا قضيه ايران، ايران تتشدق بالقضيه الفلسطينيه اللي زعزعت امن واستقرار الدول العربيه. فين شفنا مظاهرات؟ ما فيش مظاهرات. لا في العراق ولا في سوريا ولا في لبنان. بس مظاهرات الدول العربيه. يصير يفعل مظاهرات على حدود الأردن، لأن الدولة الوحيدة اللي ما قد دخلت تشييرا، اللي شلت العراق شلت سوريا شلت لبنان، فري يعمل مظاهرات على حدود الأردن قال يفتح له حدود يدخل يقاتل. طيب عندك سوريا ما لان حدود، عندك لبنان الحدود موجود ما شاء الله، وين صواريخ حيفا وما بعد حيفا؟ ما عبش بنجرة. فإيران تستخدم ادواتها للضغط على المجتمع الدولي، وهي طارحه رجل على رجل الخامنئي في طهران، يجوا يفاوضوها العالم كله. الان يهدد طريق الملاحه الدولي ويقول لك يغلق مضيق باب المندب. طيب مضيق هرمز جنب راسك غلقه، المجنون حقنا موجود جاهز يدفع وهم ما يتحاكموا. طرق الملاحه الدوليه ما هيش طريق عمران ولا طريق تعز هذه قطعتها. أنا صرت تفعل البرميل وتقطع هذه الطرق ملاحة دولية. العالم كله هيوقف ضدك. الآن سعر الحاوية كان 4000 دولار. الآن وصل إلى 13000 دولار إذا أنت تشتي توصلها وما تحصل الشركات توصلك اليمن. اليمن عليها أكثر. هذا بيترتب عليه من؟ من بيدفع ثمنها؟ المواطن. يعني السلعة تخيل الحاوية كان سعرها 4000 الآن وصلت 13000. كم ينعكس هذا على السلع؟ على المواد الغذائية، بلا مرتبات بلا تنمية بلا شيء. أنت لأنه في واحد يعتبر نفسه الزعيم وقائد ثورة وما هوش همه في شعبه، حبسوا عبد الوهاب قطران حين قال لما نوكلك تصير البحر الأحمر من فوضك، أنت قاتل من أجل المرتبات والتنمية وعيش الناس، بس وحبس عشان سطرين وصير تنفذ ويطلع سريع يصرح صار الحين مش داري كم عددهن، عدد من الطائرات مش داري كم عددهن، لانه وزير سله حق الحرس الثوري ما قالش كم عددهن، هو قد يصفخ عدد وخلاص. يعني معقوله انا اضرب صواريخ ما انا داري كم عددهن؟ صاروخ صاروخ ما هي شيء ذخيره كلاشنكوف، حتى حق الهند العالم كله بيقولوا طلعت من ايران وهو يقوم يعلن، نفس حق البقيق جاب راس جبل بيقرا في ورقه. لا تحولوا الشعب اليمني الى اداه رخيصه لايران كما تسفك لاجل الخامنئي ولاجل مشروع الحرس الثوري في اليمن، وزت تودفهم للبحر. احنا مع صمود الشعب الفلسطيني ونحيي صمود الشعب الفلسطيني، واي شيء نقدر نقدمه للشعب الفلسطيني. هذا لم تقدم شيء للشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني محاصر. احنا ندعو الكيان الاسرائيلي الغاصب لفك الحصار عن غزه، وندعو الحوثي لفك الحصار عن تعز. الاثنين. حراس الجمهورية والألوية التهامية والقوات البحرية حقنا ليست معنية بتأمين سفن إسرائيلية أو غير هذا، إحنا مهمتنا تأمين موانئنا وشواطئنا وجزرنا، لا نتدخل ولا نشترك في عملية حارس الازدهار.